الاهلي في هذه المباراه. سريعا كمان اعضاء مجلس الاداره متواجدين كالعاده طبعا، ورفيق نادي الاهلي الاستاذ محمد سراج عضو مجلس الاداره. باذن الله النهارده نفرح بعد المباراه، مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، لكن في حاله تركيز شايفينها، في شغل كبير من مجلس الاداره. باذن الله باذن الله تكون ال 90 دقيقه الاولى من نصيبنا. حابب تقول لي في البدايه عن هذه المباراه؟ لا والله الحمد لله، يمكن الاجواء احنا متفائلين خير ان شاء الله، ربنا يكرم النادي الاهلي النهارده يا رب. ومباراه طبعا مهمه جدا، اعتقد الحمد لله اللاعبين والجهاز الفني في كامل تركيزهم، وبقى لهم هنا اكتر من يومين تقريبا، وان شاء الله الكل يعني زي ما انتم شايفين احنا جايين في الطريق النهارده الصبح، يعني ما شاء الله مؤازره جماهيريه كبيره جدا من واحنا في القاهره، والبوابات كله عربيات كلها اعلام النادي الاهلي وتيشيرتات حمراء وجماهير النادي الاهلي، وصلينا يمكن كلنا في الطريق وكملنا يعني. فاجواء الحمد لله خير وتفاؤل، ويعني يعني عشان خاطر الناس اللي تعبت وجت ورا النادي وباتت على بوابات النادي تستنى التذاكر يومين وتقدي، يعني عشان خاطرهم ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. بس الشباب يمكن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي داخل المستطيل الاخضر، فنيات موجوده، الاصرار موجود، لكن خارج المستطيل الاخضر هو دور جمهور النادي الاهلي. امبارح كانت لفته طيبه جدا، ناس نايمه في الشارع، الناس منتظره للتذاكر، حب كبير للنادي الاهلي واهميه هذه المباراه هي اللي خلت جمهور النادي الاهلي، ومش غريب على جمهور النادي الاهلي محمد. لا 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 والله الحمد لله، يمكن يعني ده دايما هو العهد، يعني جمهور النادي الاهلي هم السند الحقيقي للنادي، دايما بيبقوا ورا النادي، حتى يعني الانتصارات النادي بيحققها في مختلف الظروف بيبقوا هم المصدر الاول وبيبقوا هم رقم واحد في الانتصارات دي، وبعد كده ممكن العوامل التانية كلها بتيجي بعديهم يعني. فان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده، وهو ان شاء الله احنا متفائلين. البطوله دي يمكن غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 5 سنين من 2013، ان شاء الله يا رب تبقى من نصيبنا السنه دي، لان احنا فعلا يعني نادي اهلي وكجماهير وكمحبين وكمجلس اداره وككلنا قالت النادي الاهلي محتاجين البطوله دي جدا، وربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. مطلوب ايه من جمهور النادي الاهلي في المباراه دي؟ المسانده اكيد طبعا والتشجيع المثالي، لكن كعضو مجلس اداره ايه اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه يا استاذ محمد؟ لا والله هو مطلوب يعني انا هم عارفين، هم طبعا يعني بيساندوا من غير ما بنقول لهم، او هم يعني بيتوجهوا بالنادي الاهلي من غير ما مش ما فيش تعليمات يعني ليهم، يعني هم عارفين بيعملوا ايه، وهم يعني ان شاء الله هيبقوا على قد الثقه النهارده، وهيبقوا واجهه مشرفه للنادي الاهلي زي ما عهدنا منهم، وان شاء الله يعني اهم حاجه نحقق المكسب، ويكون الجماهير ان شاء الله موجوده النهارده بقوه، وباذن الله يعني الماتش برده يخرج بصوره طيبه، ويخرج بصوره برده يكون فيها ترحيب بالفريق الضيف والفريق الترجي التونسي طبعا، لان ده من الفرق اللي احنا بنعتز بيها جدا كمان، وبرده عهد النادي الاهلي دايما وجماهيره ان هم يرحبوا باي فريق ضيف يعني. فنتمنى ان بعيدا عن النتيجه والبطوله وكل حاجه انه يخرج في اجواء طيبه، فرقتين من العرب يعني من بعيد عن قاره افريقيا، هم فرقتين عربيتين، فيعني ان شاء الله ربنا يعني يطلع الشكل النهارده لائق بيهم باذن الله. شكرا شكرا شكرا, 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 شكرا.